ثانوية كويسة لكم عشان آسيا؟ أكيد يعني بداية موسم وتاخذ بطولة يعني شيء جميل يدفعك لأنك تطمح لأكثر من كذا. كيف الأجواء كانت في الملعب اليوم؟ الحمد لله الحمد لله. ممتع المباراة كانت؟ ممتعة وصعبة شوي في نفس الوقت بداية موسم. الحمد لله على كل حال. ترجم لنا ديقاو؟ ترجم له؟ لا ما يترجم. ما في ما كمي 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 ديوا. إذا نشكر الكابتن محمد القرني وأيضا اللاعب البرازيلي ديقاو. طبعا احتفالية الجماهير سمح للاعبين أنهم ينزلون اليوم، عفوا سمح للجماهير أنها تنزل تحتفل مع اللاعبين. الأجواء جميلة داخل الملعب بصراحة، حالة الطقس، التفاعل الجماهيري، النقطة يمكن الأهم في مباراة اليوم كلمة تعصب، هذه اليوم ما شفناها ولا شفنا لها أي عنوان ولا كان لها أي رائحة في مباراة اليوم. نروح زميلنا عبد الله ضيب، تفضل عبد الله. شكرا لك رياض. شكرا. طبعا الصورة والفرحة مع الكاميرا، وهنا برضو التحية لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد. أعطونا الكاميرا هاي شباب. طيب لأنه زحمة جماعة في العرب يقولون قرب شوي. مبروك إذا متابعينا، خلونا بس هي كمية سيلفي.